بركاته يا رب، اللهم امين. اوام كده، اوام الدعوات امام. اول ما طلعنا يا اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله انا يعني بحاول بقدر المستطاع ما اقربش من الكاميرا واخدكم، يعني تقريبا في حاجه هنا من الكاميرا باينه، خلينا جنب. بحاول برضو تمام والله. خلاص عدلتها. شوفيها كده بعد ما عدلتها. يلا بينا، السلام عليكم يا حلاوة. مش عايزة بس عمالة اعمل لكم موشنات. يلا بينا، بسم الله بسم الله. ده دي حشرة من فراشة. يا هلا ويا غلا. شوف انا عمالة اعمل لكم تعديلات. خلهالة، نعم ايوه انا الخلهالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، هنا وهنا وهنا. يعني خليني اوجه الحضور الناس صحاب المحاضره. تمام، اعمل ايه؟ ادخل ده كده شويه يا مريم، ده هيبان طبعا. مريم انت بتخرج لي. طيب نبتدي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا طالعه معاكم بس النهارده هتكلم في ثلاث حاجات. يعني انتوا بقى، يعني انتوا قولوا بعد كده، قولوا الصوت الصوره. تمام، هشوف التعليقات بعد كده. رمضان كريم. ما بس تزعلي مني ليه يا رمضان كريم؟ ادم انا اهو ادعي لك رب يجعل لك من اسمك نصيب ويرزقك الكرم يا بنتي في الدنيا والاخره، اللهم امين. خليني ابتدي معاكم النهارده في ثلاث مواضيع. هتكلم اول موضوع على موضوع امير منير والضجه اللي حصلت، وايه الصح وايه الغلط في الموضوع ده عشان ننهي، لان انا شفت كوارث. خليني ابتدي وبعدين نتكلم. النقطه الثانيه، نقطة كان جالنا مشاركة من مشاركات على اللايف، بنوتة بتسأل انها فسخت خطوبتها. يعني هي بتقولي انا فسخت الخطوبة خلاص، مش عشان الفتيين، ما شاء الله ما شاء الله علينا، لازم نفتي، عارفين لازم نفتي. ان انا دكتورة فسخت خطوبتي، وكنت مخطوبة من واحد محترم جدا وخلوق جدا وكذا، ولكن عنده مرض وراثي جينات، وتم الكشف عليه والدكاترة قالوا كذا كذا كذا، وانا فسخت الخطوبة وهكذا وبتاع وضميرها ومأنبها وبعدين تعليقات بقى، تعليقات بقى. والناس رقم ثلاثة، فيديو من الفيديوهات اللي احنا نشرناه، واتنشر الفيديو واتعمل، يعني مش عايزة اقول لكم كم الكومنتس اللي كان موجودة، كان لا يليق طبعا. واتكلموا على ان في امر في الفيديو هم مش مرتاحين له، وانا مش بصوا يعني مش هحرق الدنيا، تابعوا معايا. الاول موضوع امير منير يا جماعه. اولا امير منير من فئه، مش عايزه اقول الشباب قوي لان هو برضو يعني ايه، يعني كبر سنه. في مجموعه كده بتعطي المعلومه بشكل سريع ويكلمك النبي عليه الصلاه والسلام بيحب كذا، دي طبيعه فيديوهات امير منير. وانا ما بحبش اتكلم عن اي حد بالاسم والكلام ده، علشان خاطر وخصوصا في مصر، يعني علشان لا يتحسب على فئه ولا بيتقال ده فلانه الفلانيه بتدافع عن كذا. حتى كان في بنوته جميله جدا ويعني اتهاجمت بطريقه غير عاديه بسبب كده، عندها براند هي للملابس، وطلعت قلت لها ما تسمعيش كلام اللي بيقولوا عليكي ولا تعيطي ولا تبكي، لانها كانت بتتكلم عن حجاب وصاحبه هاشتاج معين في الحجاب وهكذا، ويعني مش حابة انا حتى اقول علشان هي ما تتأذاش، او حد ممكن يقول لها لا ده انت تبقي تبع فكر هالة سمير، ولا اعلم ما هو ضير فكر هالة سمير. يعني احنا اهل السنة والجماعة، عشان بس نبقى فاهمين. لكن انا حابة اتكلم عن موضوع امير بالذات. ليه واسمي بالاسم؟ لان الراجل طلع ترند والناس شتموه بهدلوه، كأن الناس كانت مستنية غلطة، او مع ان يعني اللي عمله يحتمل معنيين. انا هقول الغلطه اللي عملها امير منير ايه، بس ان هو ما هيأش الارضيه والوعي الكافي للفئه اللي موجوده حاليا في نشر معلومه في الدين حقيقيه. موضوع امير منير واللي عمله ده امر شرعي، امر هنقول دلوقتي والله احنا كلامنا كتاب وسنه، يعني كلامنا كتاب وسنه، واللي مش عاجبه روح يشرب من البحر. احنا بنقول قال الله قال رسول. ولكن للاسف الناس استغلت قصه ان ده داعيه وشويه يا عم الشيخ، وانت راح تروج وكذا. امال انت لو انت بتعلني مثلا
عن امر صدقات او بناء مسجد. والله العظيم انا كل اللي بيطلع لي يا مريوجا في الاعلانات قالوا يا دكتوره الاعلانات انا كل اللي يطلع براذر اند سيستر عندنا المسجد المسك الفلاني كذا ومحتاجين تبرع، يعني كل اللي يطلع لي تبرعات للمساجد الاعلانات. قول يا رب هو مفيش اعلانات غير اللي بيطلعوا لي ده، فانت على حسب فرو انت عايزني. واحد يجي يقول لي مثلا في مسجد فلان ولا في بئر ميه في المكان الفلاني او في قريه محتاجه كذا، حد مثلا بتوع المهرجانات يطلع يعمل لي اعلان زي ده، انا عمري ما اقبل شيء زي ده. او حد من اللي بيرقصوا ولا بيهجصوا منه حاجه زي كده، طبعا عمري انا ما اقبل. يعني حد امر طبيعي اللي بيتكلم في ده هو اللي يقول لراجل، يعني على الاقل التركيب. سيبنا من ده، مش هتكلم في الكلام ده، انا مش هتكلم في الموضوع ده، انا هتكلم في نقطه محدده اللي قاله امير منيب على الوكاله والانابه في الحج والعمره. امر شرعي؟ طيب في اختلاف ما بين ثلاثة اقروا من الفقهاء، من جمهور الفقهاء، وواحد قال لا يجوز لنيه الكذا، او اذا كان اعتمر على نفسه حج على نفسه، وهنقول دلوقتي بالدليل. لكن كون ان انا كفر الراجل ويا تجار دين، ما هو احنا مشكلتنا وعدونا الحقيقي الجهل. عدوت الغلطه اللي عملها امير منير يا جماعه، حد بيقول هنا الصوت والصوره مش تمام، يعني يا من عندكم يا كذا اكتبوا لي الصوت والصوره ايه تمام، لان انا ظني والله والله اعلم ان الصوت والصوره تمام، ما اعرفش. ابعتي على جروب الواتس شوفي الدنيا الصوت والصوره على الفيس واليوتيوب ايه. فالغلطه اللي انا اقدر اقولها على ان امير منير عملها حاجه واحده، انه ما هيقش بفيديوهات قصيره للعلم والمعرفه زي ما كان بيعمل. مثلا يعني مثلا انا فوجئت بحد تخصص جوزماتيك، يعني ايه تجميل وحاجات خاصه بادوات التجميل والحاجات دي. فبعدين قال ان انا سمعت وجاب فيديو لامير منير ان هو بيقول اللهم مطفئ. انا اول مره اسمع الحديث ده. هو ياخد ثوابه، من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر الشهيد. وفي روايه تانية اعوذ بكلمات ربي، اعوذ ربي من هزمات الشياطين، اعوذ بك ربي يحضروا، اعوذ بكلمات لا تتم كل شيطان من كل عين لام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانا اللي قال ان امير منير جايب الفيديو بتاعه كده، ان امير منير قايل الفيديو اللهم مطفئ الكبير ومصغر الكبير ومكبر الصغير، اطفئها لي يا رب، وبعدين حط بقى الدهان ومش عارفه ايه والكلام، ما شاء الله علينا. يعني ياخد هذا الثواب الراجل لما يجي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كلمتان خفيفتان على لسان، عمل يحبه الله عز وجل، ده شغل. طيب الاعلان اللي عمله امير منير على موضوع العمره ويطلع يقول لك طلع بيان من الازهر، ده ما هو الراجل ما عملش بره البيان على فكره. الراجل قال انها فيها اجازه، واللي قالها يعني جمهور الفقهاء من الحنفيه والشافعيه والحنابله، اقل ده راي الجمهور واهل العلم، ان الوكاله او الانابه من الحج او العمره جائزه عن المتوفي او العاجز والمريض اللي هو لا يرجى برؤه، ما هوش هيشفى، فيجوز. ده رأي الجمهور من أهل العلم، رأي جمهور الفقهاء حنفية وشافعية وحنابلة، عكس رأي الإمام مالك أنه قال إن هو لأ ما ينفعش. ليه؟ إلا لو وصل متوفي ذات نفسه أن حد يعمل. وقال أصلا أن موضوع العجز ده لأنه فقد القدرة فرفع عنه الأمر فقط، يعني الأمر فيه إجازة يعني يجوز بس احنا ما نعرفش. احنا اللي ما نعرفش. فما تجيش انت بقى تكون على 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 نهج سنه النبي عليه الصلاه والسلام بعيد، وما انتش عارف وما انتش كذا، وتجي تفتي بغير علم. ليه يا عم بتفتي بغير علم؟ لينوبك ثواب. ليه وديته الراجل ليه ويتسجن الراجل ليه ويعتقل ليه على حاجه زي كده؟ لجنه الفتوى الدائمه كان لها اصلا امر، قال اذا اعتمرت عن نفسك جاز لك ان تعتمر عن امك او ابيك ان كان عاجزين الكبر او مرض لا يرجى برؤه. يعني في فوق كل ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لي ساله يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمره ولا الزعم، قال فحج عن ابيك واعتمر. والست اللي سالت النبي عليه الصلاه والسلام قال ابا رايت ان كان هناك دينا عن ابيك هذه المغرب. مش هطول عليكم شكلي في البث ده عشان نلحق المغرب. فيا جماعه ان كون ان ماشي، ما هو طلع يا عيني ووضح، ناس كذب امير وقال، ما هو طلع ووضح
اجى هجوم عليه. انا فوجئت واحد ملوش اصلا يعني لا في العلم الشرعي ولا له اصلا في امر النقطه مثلا ان احنا نقول ان خلوني معاك وكلك اعمل بس ده تمام اوكي، ولا له في اي حاجه، له فقط في حته واحده بس وجزء واحد بس اللي هو ايه الشباب والهلس والفيديوهات اللي بتنزل معرفش، واحد تاني متخصص كوره، واحد تالت مش عارفه متخصص في ايه، عمالين بيفتوا يا بتاع الدنيا تجار الدين، ما معيش فكه تاخدها ركعتين. لو انا كنت فايقه اليومين دول صراحه، لو انا كنت فايقه اليومين. ليه كده؟ ليه يا جماعه بيحصل كده؟ يعني ليه نهدم رمز من رموز حد طيب بيقول خير؟ هو انا عندي ما اخطاش في طريقه، اخطا في انه ما عدش القاعده الناس وعي الناس، لان اللي الفئه اللي بتسمعه منيح، ولا حتى اللي من الفئه اللي ما بتسمعوش. الناس دلوقتي بالله عليكم، بالله عليكم، الناس دلوقتي بقى يعني انت مرجعيتك ايه؟ الشيخ جوجل. ده انا هعمل لكم حلقه مخصوصه عن الموضوع دوت، الشيخ جوجل. فين بقى ان احنا ناخد العلم الشرعي من اصوله، من الكتاب، وبعدين نروح على الدكتور والدكتور رجعنا، طب بعدين نعمل بحث، وبعدين اترفض، وبعدين ما شاء الله يجي مقدمه البحث يعادك فيها سنه، وبعدين بعد مقدمه البحث السنه جت السنه الثانيه رجع، وبتيجي بقى تناقش. يعني مش عايزه اقول لكم على البهدله، طب ما كنت تقولوا دوت قبل المناقشه نعدل، ليه لازمتها الاحراج والكلام ده؟ بتبقى كلام يعني صعب برضه. لكن انت دلوقتي بتعمل ايه؟ قال معلومه جوجل، خلاص العبر السهل، تك تك زرار، تك يجي كذا، مش عارف ايه، شكرا بقى انت ما شاء الله كذا. لا يعني العلم يؤتى بالايه؟ بالمصادر الحقيقيه اللي عندك، كتاب وبتقعد ومقهور الاهل سهران ليل ونهار، تطلع رساله ولا تطلع ماستر ولا تطلع دكتوراه. لكن دلوقتي الامر تك ايه مش موجود. طب ما هو ده ذنبنا يعني؟ عدم علمك انت بالامر ده ذنب الراجل اللي هو قاله؟ هو الغلطة الوحيدة انه ما عدش القاعدة، ما عدش الناس بتهيئة للأمر ده قبلها فقط، يعني أنا أرى ذلك والله أعلم. لكن يجي نطلع الراجل ونبهدله البهدلة دي، والله أنا ما كنت هطلع أتكلم، ما بحبش أتكلم على حد في مصر والله، عشان ما فيش حاجة تتحسب ولا ده تبع ولا الكلام ده، لأن لا أعرفه ولا يعرفني ولا الحاجات دي، مجرد إن أنا بشوفه هو من اللي ده في مصيبة تانية بقى، بشوفه طبعًا من الدعاة اللي هم اللي بيخاطبوا الشباب ومنفتحين على الشباب ويروح يلعبوا ومش عارفة ويكورة يعني حلو حلو أما نخاطب الجيل، إحنا محتاجين حد بخطاب شبابي وبلساني اللي موجود يفتح الباب. ليه؟ لان الدنيا جميله، الدنيا جميله والفتن جميله. انتوا عارفين المصيبه ايه؟ ان انا لو لقيت واحد من اللي محسوب بيطلع على قناه من القنوات، برضو لقيت له قنوات وكاتب في الصفحه بتاعته بيهاجم امين، وهو اصلا راجل المفروض على عين، هو انت ما انتش عارف اصل الشيخ عثمان خميس ما يقول، ما ده رايه واستند لراي المالكيه، تمام جزا الله خير. لكن في ثلاثه تانيين اقروا الامر واباحوه اجازوه، فيجي واحد يقول لا ده كذا وانا وتاخد ده، انا اخاف منك، انا اخاف من اللي بيتناول معنى الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وليس عن واخد راي واحد وجنب واحد والاخرين لا 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 لا, لا. راي خطا يحتمل صوره خطا، طالما تحت سقف الكتاب والسنه، تحت سقف ان ده الفرض وديت السنه وده المندوب وده الواجب وده المستحب، طالما تحت هذا راي جمهور العلماء وخلافهم مالك او راي جاء وخلافهم الشافعي في كذا وكذا، يبقى في انا مستند لاراء يعتبر بها من الائمه الاربعه. لكن واحد يقول لك ايه ومحسوب على فئه الدعاء وكذا وغلطان ومش غلط، اذا كانت ما سمعوك قالوا كده استشهدوا برايك والراجل حبسوه، ليه كده يا جماعه؟ وبعدين يطلع بيان اثر، من كل ما بيان الازهر، انا ما تاكدتش من الموقع لكن حد بعت لي، قلت لهم لا ما اعرفش ده مش موقع الازهر يعني، ما يبقى يطلع ما قالوا نفس اللي قاله امير منير في الـ في الـ في الامر. ليه يا جماعه بس كده؟ يعني ليه ناذي الناس؟ ليه ناذي الناس؟ انت باينه في البتاع؟ اوكي. ليه نأذي الناس وليه يبقى بسبب كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك في 70 خريفا في نار جهنم؟ ليه؟ ليه نبقى سبب إن احنا نأذي إنسان وبني آدم لم يقل إلا ولم يطلع من فمه إلا الخير، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب بحافظين، ده اللي شفناه وتركنا الأمور التانية في قلب على الله عز وجل. يعني أنا حزينة كامل الحزن صراحة،
بسبب ان 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 امر ده. ده انتوا قاعدين ده انتوا وجعكم الاب. بقول لكم احنا علينا كميه بلاغات وتقييد للصفحه، بس انا لسه ما استخرتش يعني من جوه المله وبره المله. حاجه عجيبه جدا. فيديو الحجاب زي ما قلت لكم، فيديو الحجاب. ايه الحجاب؟ فرض الحجاب، فرض الحجاب، فرض الحجاب، فرض الحجاب، فرض الحجاب، فرض الحجاب، فرض. لم يحصل اختلاف ما بين العلماء، حتى زي حتى اختلاف الحج والعمره بالانابه، يعني في اختلاف بين العلماء فاجتهدوا. اما الحجاب لم يحدث فيه اجتهاد ما بينهم، ما حصلش فيه اختلاف عشان يحصل اجتهاد. فرض بجميع الائمه وجمهور، جميع الائمه وجمهور العلماء فرض. الحجاب مقرون بالصلاه، ينفع تصلي انت من غير حجاب؟ الله تعالى اخلع. قول اه انا في نفس الشيء. قولي اه انا ادعوا لي بالهدايه. اه هنا ندعي الله يصلح حال، الله يفتح قلبك له يا بنتي يا رب، الله يبارك لك يا بنتي وتبقي على ستر الامر، ويبقى يرزقك الحياء والعفه والطهاره يا رب. اللهم امين. يرزقك التقوى ولباس التقوى، اللهم امين. لكن ان 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 يتقال لا واتعمل بسبب ان يتعمل علينا انذار وبلاغ على فيديو الحجاب. طب بصوا الاب تمام، انذار وبلاغ، بلاغ تاني على فيديو منازل السير الى الله. والله على منزله الخوف ورا. طب هنفضل غافر الذنب قابل التوب، مش دي منزله الخوف والرجاء؟ يعني محارب غير عاديه على الاسلاميين، واللي بيتكلم بكتاب وسنه، واللي يتكلم كذا. ليه كده يا جماعه؟ يعني ليه نهدم يعني حاجات طيبه جميله، يعني جميله ليه؟ بسبب الجهل. ما هو ده ايه المحتوى اللي عليه الاباحه والتيسير في الامر؟ إيه؟ الترفيه والرقص، واللي ساب بنته تطلع. بالله عليكم، بالله عليكم، إيه إيه الاب فين؟ فين الاب؟ انتوا عارفين انا هقول لكم على ايه تاني قبل ما اتكلم انا في موضوع البنت وخطيبها. اب يعني انا فوجئت في فيديو، انا مش عايزه اجيبه يعني، بس انا فوجئت في فيديو واحده بتصوت بس. قلت بس ابنها مات يا عين، يا خبر ابيض، ابنها قدامها في حاجه، ابنها ما ولا ايه اللي حصل؟ طب ايه انا ده اللي في قلبي، يا رب يا رب ما يكونش حاجه حصلت لعيالها، ولا جايبين حاجه للفيديوهات دي، ما اعرفش بتطلع لي في الواتش ازاي. وتنتني ساعه لما شفته وهي عماله بتصوت وتعيط وتجري ويشدوها، قلت يا ابنها جرى له حاجه وبيعملوه، يا لها حد مثلا واخدينه زي عنا كده ورا العربيات، يا محمد يا محمد امك بتسلم عليك. ان شاء الله انتوا فاهمين بقى، احنا عمالين بنجري ورا العربيات عشان نسلم عليهم. وانا قلت كده فوجئت، لان انت بتصوت عشان تروح تحضن ممثل قدم ايه؟ قدم فيديوهات بلطجة وأفلام بلطجة، وهو ده اللي ماشي وقانوني، وما فيش قانون في الدولة اللي هو قانوني. شيء. أيوة 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 أيوة. مين اللي بيتكلم هنا؟ أيوة أيوة. أم مالك رد على حد تمام، وراحت تحضن واحد والفيديو جايب ملايين المشاهدات. أهلك فين يا بنتي؟ أنا ماليش دعوة باللي هي عملته، لكن لأن في تغيير للوعي، الميديا عاملة قلق للناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، هم سحروا أعين بالميديا. الميديا بقى إن أنا أطلع وأصور وأعمل كده وأعمل بوز البطة ومش عارفة أصور إزاي. تعالي هنا يا اللي رحتي بتصوتي وبتعيطي عشان تحضني ممثل؟ وفين يا فين أبوكي يا بنتي؟ فين أهلك يا بنتي؟ فين الرجالة في عيلتك؟ ولا اللي طالعين في فيديوهات تخرج الجامعات والراس يقول لك ما عملتش حاجه غلط، وعمها كان قاعد وابوها كان قاعد، ما عملتش حاجه غلط، عملت ايه؟ احنا شفنا لو كان في حاجه غلط كان ليه؟ ما تفرح زي ما تفرح، لازم ترقص. اصلها هي الوحيده في العيله المتعلمه، يبقى ده شكر لك الحمد والشكر يا رب، نحمد ربنا ونشكره على نعمته بمعصيه الله عز وجل. فين الشهامه والمروءه والرجاله؟ ليه يا جماعة؟ والله 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 صدقت يا بنتي، إن إحنا في زمن القابض على دينك القابض على الجمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. اللهم اجعلنا منهم. قالوا وما طوبى يا رسول؟ قال شجرة في الجنة، يظل السائر يسير في ظلها 500 عام. لما سيدنا عيسى شاف ثواب الشجر قال يا رب اعتني، قال لأمة محمد، قال اجعلني فرد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
جماعه كده؟ اللي الناس ايه ده؟ هنا هنا في شتايم على اللي على اللايف. لا تعالوا لي يا حبايبي تعالوا لي. واحده بتقول ايه مش فاهم. طب انا يعني ممكن ارد، بس يعني انا ممكن والله بعرف ارد، سيبوني سيبوني ارد، سارجوكوا يعني سيبوني ارد علشان نفسي مره والله. بصوا النبي عليه الصلاه والسلام حبه، حب النبي عليه الصلاه والسلام لم يجتمع عليه الامه كلها، الامه ما اجتمعتش، العالم ما اجتمعش على حب النبي، جاي الناس تجتمع عليه. اللي عاجبه يسمعنا اهلا وسهلا على الراس، واللي مش عاجبه مع السلامه، اتفضل ممكن تعملوا تك كده ومع السلامه. لكن كون ان انا اكذب او اضلل او ان انا ما اقولش كلمه حق احتسبها عند الله عز وجل يوم القيامه يسالني عليها ابدا. ما انصرش المسلم في زنقته وابين امر حكم شرعي في اجاز، في اللي عايز ياخد برايي ده اهلا وسهلا، عايز ياخد برايي ده اهلا وسهلا. لكن ما اقولش على حاجه حصلت ان دي لا غلط وحكم تعمل على تجار الدنيا. انتوا عارفين الكوميكس طالع ايه يا مسلمين؟ يا انتوا مش واخدين بالكم، انتوا عارفين الكوميكس طالع ايه؟ ما معناش فكه تيجي تاخد بيهم ركعتين. قدسيه العباده اتريق عليها؟ بالله عليكم قدسية العبادة، الأمر ذات نفسه اللي خاص بقدسية الصلاة اللي لم تفرض في الأرض أطلع عليها كوميكس يا مسلمين؟ وصل بينا الحال لكده؟ وصل بينا الحال لكده إن أنا أطلع كوميكس على الصلاة وبتعالى خد لك بقى ركعتين؟ يا أنا بزعل قوي. لا 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 لا. وانتوا عارفين ايه كمان؟ انتوا عارفين انا عايزه اقول لكم ان في حاجه كمان بتزعل. كان في طلعوا على 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 امر، طب بلاش، خليني اكون محترمه ومش هرد على اللي شتمت على اللايف هنا، وانا هخلي الفانز والمحبين خشوا ردوا عليها يا جماعه خشوا ردوا عليها. مش عاجبك اطلعي من اللايف، يعني ده بسيط جدا والله، الامر معمول بسيط خالص يعني بالله. طب لما ابنك يسمع حاجة زي كده يا محمد فريد تقولي لابنك ايه ولا يا ام محمد فريد؟ لا. طب انا هخلي، معلش، طب انا معلش هستأذنكم، اخلي الفانز يردوا عليه، اخلي المحبين يردوا عليه. بس اللي مش عاجبه كلام قال الله قال رسول الله هو حر. لكن عليا اوعي تتعلقي في رقبتي يوم القيامة، اوعي تجيبيني على الصراط وتقول اصل انا ما عرفتش وما قلتش. ايه العيب يعني يا جماعه؟ بس من فضلكم اكتبي بس على الجروب، الناس عماله انا يعني عشان بس ما اشتم الناس اللي بتشتم على اليوتيوب وعلى وعلى الفيس دي. انا اول مره يعني على الهوا، انا ممكن والله بعرف ارد بس انا ابتغي الثواب من عند الله عز وجل، كل ده في ميزان الحسن. يا سامح يا تعطيني حسناتك يوم القيامة، يا بسيطة جدا، خذوا من السيئات لكم ثواب، خذوا من السيئات كده يعني. طيب أنا لن أقبل أبدا لحد يشتم في دين، ولا تجيبوا الإسلام ذريعة، ولا تتنمر وتتعمل على تعاليم الدين والإسلام وتقول ده تطلع قمكس على الصلاة والعياذ بالله. والمسلمين خايدين بقى، والمسلمين خايدين يعني والله العظيم، حاجه تحزن جدا. ما توث يعني استوثقوا من الامر الاول. طب مثلا الناس عمت الناس ماشي تقول، لكن واحد بيطلع على القانون كمان محسوب على الشباب اللي بيدعوا الجيل الجديد وبتاع، الواحد بيفرح من كده ان احنا العواجيز احنا الكبار الجدات والامهات الكبار دول، الشباب خطبوا بلسان الشباب، يحبوا منكم زيهم وهكذا. لكن انت تطلع انت كمان تاخد راي واحد تقول اصل الشيخ عثمان قال كده، انت حر، ما ده رأي واستند لرأي فقيم الفقهاء، لكن الثلاثة التانيين أجازوها وأباحوها. لكن ما تجيش تحجر على هذا الأمر. النقطة رقم اتنين، الحجاب فرض، الحجاب فرض، الحجاب فرض، الحجاب فرض. الحجاب ما حصلش فيه اختلاف ما بين الفقهاء والعلماء حتى يحدث فيه اجتهاد في الرأي، فرض. الحجاب زيه زي الصلاة. تنفع تصلي يا مؤمنة من غير حجاب؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى الحجاب فرض. الحجاب نزل في صورة أولها كده، أول الصورة، صورة أنزلناها وفرضناها.
انزلناها وفرضناها، يبقى ايه؟ يبقى كل اللي جاي في الصوره فرض، كل اللي جاي في الصوره فرض. معلش. طيب النقطه الثانيه اللي انا حابه اتكلم فيها، خلصنا خلاص الموضوع امير منير، قلت ما في ضميري لهذا في الموضوع ده، وكان عيب جدا ان احنا نفتي بغير علم وما نصدق ان حد ونطلع نجلد فيه نجلد فيه نجلد فيه. النقطه رقم اتنين، نقطه البنت اللي دخلت علينا على اللايف وعملت عملت عملت لها مشاركه معايا ودخلت وقالت يا دكتوره انا كنت مخطوبه فسخت خطبتي، كان واحد عنده مرض وراثي وجيني والدكاتره قالوا لا يرجى برؤه، يعني مش هيتشافى منه ويفضل ياخد العلاج، وللاسف المرض ده بينتقل للاولاد، هجوم غير عادي عليه. اول حاجه هي البنت قالت ايه؟ ها البنت قالت ايه؟ البنت قالت انا فسخت. لما تبقى مرشد في مكان او مستشار في مكان وضع استشاره، انتبهوا يا مسلمين، اوعي تقولي كلمه تهد بيت، اوعي تقولي بما لا يطلبه الا اذا كان امر شرعي. شكرا. لو امر مش شرعي وامر حياتي بنسترشد بالراي، رايك، لكن لو امر شرعي لا فرض عليا والله، حتى لو ما طلبتيش اقول لك الامر، زي النهارده كده طلبتوه مني ان انا اطلع اتكلم في اهميه، طلعت اتكلم شرعي ما اقدرش. طيب فالهجوم عليه، لا واحده انا عندي المرض دوت وزوجي كذا وربنا الحمد لله وجبت اولاد، حصل معاكي لكن مش شرط يحصل مع غيرك نفس الامر، لا وكذا مش ضمنك يعني، ممكن ربنا يشفيه ويمكن 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 وش. طيب الامر ده بايدك انت كشخص ولا بامر الله؟ طالما غيب ربنا امرنا تداوي عباد الله وخذوا بالاستشفاء. وهي من جواه، هي لو كانت متردده كانت فسخت؟ سؤال بس عشان ما نقعدش في الكومنتات نعم. هي لو كانت متردده كانت فسخت؟ هي فسخت. طب ايه ضميرها منين؟ هو كويس وعلى خلق ولكن نفسيتها ما جابتش، نجي نحكم عليها؟ لا معلش لازم تعملي وتسوي وتاخدي وكذا وكذا، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش، ما ينفعش اجي اقول لها لا هو لازم تاخدي الحكم ده ولازم تعملي الامر ده ولازم ولازم، ما ينفعش اقول لها كده. هي اختارت امر خلاص. طيب كان صح انها تعمل، طب بتسالني ليه ضميرها وجع؟ علشان هو كان على خلق فعلا. في نفسيات تقبل، انا اعرف من الزوجات ما قبلوا عجز تام للازواج، وبعدين في الاخر مش عايزه اقول لك الزوج عمل عمليه وقال لها خد بنت بنوت بعد ما سن الزوجه ب 40 سنه. واعرف من الزوجات اللي صبروا، واعرف من الازواج اللي صابرين على مرض زوجته وربنا كرمه، ولكن دي مش قاعده ثابته ينفع ان انا احكم بيها على غيري واتهم غيري بالبهدله وبقله الاصل وانت مش اصيله وحرام عليك ليه لك؟ ولا تقولوا لما تصف السنتكم هذا الكذب، هذا حلال وهذا حرام. اوعوا اوعوا يطلع منه لك ده حلال وحرام، احلم كده واعمل وهد زيجات وهد بيوت وهد نفسيات، لا يا جماعه لا لا. النقطة المهمة في الموضوع دوت، سواء الحالة دي أو حالة الزوجة اللي طلبت إعفاف زوجي وعنده عجز معين وفيديو شتايم رهيبة، يعني الكومنتات عليها شتايم وعنده عجز وأنا مش مستحمل، هي حر، هي عندها مقدرة إن هي تستحمل زوج، دي واحدة تقدر تستحمل بعد زوج وإنه ما يكونش في علاقة، واحدة تانية ما تقدرش. ما نقدرش نبقى، عشان كده الطلاق بالضرر ده محطوط ليه؟ يعني انا نفسي قبل ما نرمي الحكم على الناس وقبل ما نقول للناس دي لا دي انت يا حفله قله الادب يا وفي ست تفكر في الكلام ده يا اللي مش اصيله يا اللي يلي ليه كده يا جماعه؟ يعني انا اقصد ليه نوصل الامر للشكل ده؟ لا ما ينفعش. النقطه الثانيه المهمه، نقطه اتهام الناس بعدم الدين واتهام الناس انك مش اصيل، دي حاجه توجع اقسم بالله، حاجه توجع وحاجه تضايق وحاجه تضايق، لكن في الاول وفي الاخر احنا بناخد بالاسباب. وهي لو ما كانتش من جواها في زعزعه، لو ما كانتش من جواها في زعزعه الموضوع ده ما كانتش فسخت، ما كانتش فسخت. طيب يجي واحد عنده نوع من انواع المرض مخبي على زوجته، لا
وقلنا ارجعوا لسلسله تاهيل المقبلين على الزواج، احنا في الحلقه رقم 13 ان شاء الله اللي جايه 14، ادعو الله سبحانه وتعالى انها تتم على خير، لان احنا لسه في البدايه. فما يجيش حد يجي يقول مثلا ايه خب عليها، او استنى ما عقد او دخل بيها وبعدين يقول لها انا كنت بقول لك، مش انا بقول لك كذا، لا. وقلنا في الحلقات ترجعوا لها تاني، الوسواس القهري لا، لازم تبقي فاهمه ايه ده وعيه. ورقم 2 اضطراب ثنائي القطب لا، اضطراب الشخصيه الحديه لا، الذهان الضلالي لا، لازم تبقي فاهمه انت داخله على ايه وبتتعاملي ازاي. زي جابوا لي بتاع كومنت بوست لبنوته جميله قوي، مش عارفه الست اسمها الست امينه او ايه مش فاكره، وقالي لي يا دكتوره ايه رايك في الكلام ده واحنا بنقول بيه، وان شاء الله وخصوصا لمرضى الوسواس القهري. يعني البوست جميل جدا ومفرح جدا صراحه، يعني البوست بيتكلم ان هو كان مريض وسواس، وقال لها وانا مريض وانت اصبري عليا، فلما تزوجت لقيت الامر اكبر من هي تتحمل، لدرجه يقومها من النوم، انت ما قفلتيش البوتاجاز، النور قايد، ما قفلتيش الباب، طب انت مش عارفه ايه، طب لا ما صح، يعني حاجات الحاجه دي ما اتمسحتش، بيقول لحد ما فعلا وصلنا لمرحله ان احنا خلاص هي هتمشي وهتسيبني وهتطلع. فقعد معاها وبكى، قال لها مش انا قلت لك وانت قلتي لي ان انا هصبر وانا راضيه وهتمشي، مش انت قلتي لي انا راضيه وهصبر. فبيقول بعديها بقت تصور لي كل حاجه، حتى في الشغل انا عملت مراجعه مع ايه، فتصور له فيديو ان انت راجعه، قفلت الباب وقفلت البوتاجاز وجاي ما يقومهاش، بيقومها من النوم عشان فتوري له الفيديو، اقعد لا ما تقومش ولا تقومني ولا تحصل قلق. فبيقول بقت هي الحائط اللي بسد بيه وجع الدماغ والنفوخ من الوسوسة، فلما بتبقاش موجودة يومي بيطلب حياتي، هي بقت الأمان. حلو، اسمعوا الجمال، علشان البص ده رهيب جدا، وتقريبا يعني واصل ده كده دليل انه جالنا على جروبات الواتس وجروبات التليجرام. فيجي يجي حتة ان هي بقى ان هو بيقول ان انت كنت الحيطه السد الحاجات دي والوجع داخل دماغ. انتوا عارفين مريض الاكتئاب، مريض الاكتئاب بيبقى انتوا شايفينه قاعد، ايه ده انت قاعد في كافيه 5 نجوم وقاعد في فندق ما اعرفش ايه وقاعد ايه وقاعد ايه، كذا، وكمان بتاكل كافيار، وكمان بتاكل ما اعرفش البتاع اللي جوه بتاع مستر بين دي اسمها ايه اللي بتتشرب كده البحار ده، دي اغلى حاجه. انتوا عارفين مريض الاكتئاب لما بيبقى في مكان زي كده بيبقى حاسس بايه؟ ان الناس كلها قاعدة تمام وسلام وهو مكبوب عليه، يعني سحابة جاية تمطر عليه هو بس، سحابة جاية تمطر عليه هو بس، وبيضطر يأكل والمية نازلة عليه وعلى الأكل وبتاعه، شوف الناس شايفة ايه وهو حاسس بيه. مريض الاكتئاب بيبقى كأنه في أوضة ضلمة وفي وحش اسود بيهاجمه وجاي له حوالين الركنة كده عشان يخضه وعلشان يقتحمه او يبلعه، كون طلوعه من الحفرة دي وان النور ينور في قلب الغرفة، هي الزوجة عملت كده. طب ده سمت يعني ننشره ده يعني؟ ان قدرتي، ان قدرت الخير ايه المشكلة يعني، لكن لو ما قدرتيش محدش يلوم عليك. في نفسيات تستحمل وفي نفسيات ما تستحملش، فانا ما اقدرش اعمم الحكم ده، لكن صورة حلوة. حلو، واحدة صبرت وعامل حاجة جميلة جدا، لكن كون واحده تصبح واحده ما تعمل، زي برضو الفيديو اللي جالنا عليه ازاي يا دكتوره بيضرب، هو احنا نفسنا كل فيديوهاتنا ممنوع الضرب، وانا ضد الضرب وضد الشتيمه ولا نقبل بهذه قله القيمه وقله الاحترام وقله التقدير. ليه واحده راضيه؟ احنا هنيجي نقول لها لا، هي بس ما جيش حد يقولي بقى اصل ده فعل لازم ويتاصل وصلة اصيله، لا ملوش دعوه ولا بالاصل ولا له دعوه بدين ولا ما طلعوا بره الكلام ده خالص، هي نفسيتها تقبل ده شكرا، غيرها لا تقبل. طب الدين يقر ده؟ لا، جعل لك كرامه وجعل لك ذمه ماليه وجعل لك 30 اكتر من 30 حق في القران والسنه، ليك حقوق كتيره كامراه. طب هل معنى ده ان هو مش عارفه بتقول لك اصل يعني يراضيها ويضرب، هي حره يا اختي، احنا مش دخل بين الحبيبين، احنا يقول لك اكل ضرب الحبيب، هي حره، لكن ده امر نعممه على الناس؟ لا.
طب ده امر نفرضه على ناس بس ونجيب لها صلصة اصيلة وانت لازم تبقي اصيلة وتنضربي لا، لما كتبنا بوست العنف المسكوت عنه يخش جاله اقول لهم بقى وطلقيه، يعني انت بتعترف انك بتضربها وما انتش عارف مش عايز تعالج ادارة الغضب عندك كراجل مسؤول لك قوامة على البيت، تعالج الضرب انك راجل بتضرب النساء وانك راجل بتعمل كذا في زوجتك وعشان تبقى ما نحطهمش على الطلاق، ازاي يا ابني الكلام ده؟ طب ما تصحح قول انا فعلا غضوب انا فعلا كذا محتاج ان انا لكن تضربها وتعمل لها عاهه وتفتح لها بالغرز وكذا ومطالب مننا ان احنا نسكت على العنف المسكوت عنه اصلا، لا خطا. او تقول لا ده من الدين واضربهم، مين اللي قال ان الضرب كده؟ لو ضرب مبرح كده عليها وعلمك في جسمها تروح للقاضي الشرعي يغرم. في منهم بيحكم بالجلد ومنهم يحكم بالتغريم المالي. ايش اللي انت عارفين انا بزعل من ايه؟ بزعل ان حقيقي والله يعني ان ما بيتم تطبيق الامر بالقوانين في الغرب، الغرب بتقول لك ما يقدرش اجيبه واجيب له الشرطه واحط كاميرا واعمل كذا ويطرح واخد نص ماله واخد الشقه وبهدله في شغله و و و عشان قانون. طب ما الاسلام اعز والاسلام امرنا والاسلام قال لك خليك على نهج النبي عليه الصلاه والسلام، ما ضرب قط ما قبح في الوجه قط عليه الصلاه والسلام. وتيجي تقول ايه بقى دكتوره وشجعيهم، انا 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 اكتر واحده بتهاجم من الحريم عشان ضد الطلاق، اكتر واحده اقول لك اتجوز يا عم اتجوز الثانيه لكن ما تعملش الحرام، بس هات لنا البيت الاول ما تبنيش الجوازه الثانيه على خراب البيت الاول، وهات لنا البيت الاول نشوف المشكله ونحل بعد كده ابقى اعلم واعلمها، مش عشان هو جوازك صح ولا غلط بموافقتها ولا غير موافقتها، لا علشان من باب الفضل يا ابني، ولا تنسوا الفضل بينكم يا ابني. وبتهاجم من الطرف ده عشان بنقول اللي ما يرضي الله عز وجل. تيجي انت تقول عايزني اجابهك في الضرب المسكوت عنه والعنف المسكوت عنه، مش الكلام ده، مش غلط، الغلط غلط، الغلط غلط. لكن احنا نقول ايه؟ اعترف والله مش شرط تقول اسف، انا معاك اهو والله، لكن انا فعلا اعصابي فلتت والكلام ده وما كانش يجب ان انا ارفع ايدي ولا كذا، ده في واحد ضارب مدي محرك فقره من فقرات الرقبه بسبب الضربه، بس فقره من فقرات الرقبه اتحركت. ليه بتستقوي على الضعيفه؟ ليه ده حديث النبي عليه السلام، اياكم وحق الضعيفين المراه واليتيم، المراه واليتيم اياكم، هتحذر من النبي عليه السلام تيجي انت تعمل كده ليه؟ ده الموضوع رقم 3. الموضوع اللي رقم اخير، عندنا فيديو من الفيديوهات ابعد عن المسترجلة. انا يعني لو تجيبوا لنا بس الفيديو ده، الفيديو ده كان تقريبا واحنا زهره في بتاع الورق، انت ممكن تلبسي اسدال الصلاه، شكرا. الفيديو ده يا اخوات، الفيديو ابعد عن المسترجلة وما تاخدش، قلنا احاديث انك لما تيجي تختار ما تختارش، لكن حصل فيه لبس ان ما يبقى فيه امراه في حياتها رجاله اتكاليين، ما فيش رجاله وما فيش حد يصرف، وهي اضطرت تنزل لسوق العمل باحترامها بضوابط العمل الستة اللي قلناهم، تنزل بكامل حجابها وحيائها، فيش اختلاط الا في الضرورة، ما فيش يكلمها على الخاص، ما تخضعش بالقول، ماشية بالكتاب زي ما قال، الست حاجات اللي قلنا عليه، ويكون عمل شرعي ما يكونش عمل ضد كذا وضد كذا. دي مالها دي ومال المسترجلة؟ بتخضعش في القول بسبب الناس كده، ملوش علاقة، كان احنا بنتكلم اللي بتتعامل ايه مش عارفة ايه يا صاحبي، اللي مش عارف في تقطيع ايه بيحصل، وايه والكلمة اللي بتتقال استغفر الله كذا وكذا. فعملنا الفيديو وقلنا بيه تأصيل الشرعي، في حصل حاجتين. الصوت كان عالي جدا، انا ذات نفسي ايه الصوت عالي جدا، لكن انا للأسف في الحلقة ما سمعتش الصوت العالي ده. في مايك والكلام ده، لكن عندي مشكله يا في الاربيز يا في ودني، رحت على اساسه. طبعا هو ده الفيديو، انا عايزه بس اوريه لكم. هو ده الفيديو اللي عليه مشاكل. انا على هذا الاساس بقالي تقريبا اكتر من 10 ايام، ورحت بالفعل اعمل رسم سمع. طبعا انا بعتذر لكل الناس اللي كان الصوت عالي في الفيديو ده، رحت عملت رسم سمع ما شاء الله. طلعنا عواجيز وطلعنا كذا، ف
وفعلا في مشكلة عندي في مكان الإربيز اللي بتحط فيه الأذن اليسرى، بلبس الإربيز هنا وبجيب المايك من الناحية التانية، ما شاء الله تلاقي السلك من هنا والسلك من هنا وهكذا يعني. فاحنا بنعتذر للناس، وده رسم السمع لسه معمول بتاريخ اهوت. خليني بس البس النضارة عشان، ورحنا بقى عملنا رسم مخ وعيون وعارفين بقى كشف كامل. بيوم كام اهوت؟ يوم بسم الله الرحمن الرحيم، مش عارفة اليوم بيتكتب فيه. عامة هو كان اهوت، حتى الحلقة يوميها لغناها وما طلعناش في الحلقة. انا مش عارفة البتاع فين، بس هو هنا اهو، التاريخ هنا اهو، وده رسم السمع اللي عملناه. وقالوا لي متابعة كل 6 شهور واعطوني بقى علاج ودواء والحاجات دي. فاحنا بنعتذر للناس يعني على ان الفيديو ده صوته عالي، لان انا فعلا ما سمعتوش. انا الاربيز بيبقى في دماغي، لو تلاحظوا ان انا ساعات بعمل كده، وساعات تيجي صفيره تقوم جايه قلبالنا الدنيا في الـ في الـ في الاستوديو، وتلاقوني عملت كده مره واحده او كده يعني. انا خلصت الـ3 مواضيع الـ4 مواضيع اللي كنت حابه اتكلم فيهم. ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم، وجعلنا دايما من اللي بيقولوا الحق يعني، بيتبعوا القول فيتبعونا، او يسمعوا القول فيتبعونا احسن. بصوا يا جماعه، واسمعوا بقى الخلاصه يعني. الكلمه الطيبه صدقه. ايوه اسمعوا، الكلمه الطيبه صدقه. وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الحميد. الله، اسم الله الحميد جميل، ان شاء الله نعمل لكم عليه حلقه. وهدوا الى الطيب من القول، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ده اللي احنا محتاجين، ان 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 الواحد يبقى دايما لسانه حلو. وان انت حتى لو سمعت الاساءه، يعني البنوته اللي دخلت شتمت، او الناس اللي دخلوا شتموا، وانا بتكلم عن الامر الشرعي، ان في اجازه في الامر، 3 من الجمهور اقروه، او امر الحجاب، او اي حد بيعترض على اي امر. احنا ما بنقولش غير بكتاب وسنه يعني، فاللي عاجبه يتفرج. وانا ما بعرفش ارد، والله بنعرف نرد يا سلام، اساتذه مرات، ولكن لا ابدا، ما يكتب الملك على يميني ابدا الا كل طيب، ولا يطلع لربنا ابدا مني الا كل يا رب يصعد اليك الكلم الطيب يا رب، والعمل الصالح ترفعه اليك يا رب. امين. احنا مش يعني مولودين بقى ملتزمين وما شاء الله، لا لا لا، احنا حطينا نفسنا في اطار الالتزام، وحاطين عاملين كده اهو، عاملين وقابضين على الالتزام كده اهو. ده زمن فتنه يا جماعه، والقابض على دينه فيه كالقابض على الجمر. الكلمة الطيبة احنا محتاجين نتعلم، الكلمة الطيبة احنا محتاجين نتعلم، نكلم الناس بلطف الكلام. هو ليه احنا لما بتيجي جالية من الجالية، مش هسمي المرة دي عشان ما تزعلوش، اما تيجي جالية من الجاليات واقول لطف كلامها مثلا، لسه كنت متكلمة مع ام يحيى وبتوصلني مش عارفة ايه، وبعدين حبيبتي الست اللطيفة دي ما شاء الله يعني في أواخر الأربعينات، بس اللهم بارك على لطف الكلام. وبعدين بتكلم صاحبتي، حبيبتي شلونش وش مش عارفة ايه، وكيف حال حبيبتي، والله فديكي انا، والله الواحد بقول الواحد يقعد يصاحب ويسلم على الناس بس عشان الكلام ده. هو دوت الكلمة الطيبة صدقة. قبل ما تطلع الكلمة منك، شوف محطوطة هنا ولا محطوطة هنا. الله سبحانه وتعالى بيقول لك كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك 70 خريف، ويربى كلمة تانية تدخلك أعلى الجنان. يا رب احنا وإياك يا رب، بحق هذا اليوم المبارك يا رب، خلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أنا بس علشان يعني نبقى واضحين في الأمر ده وما نطولش فيه كتير، أنا هاخد أهو تعليقاتكم وهجاوب عليها، لكن حاضر حاضر، لكن بالله عليكم خلونا كويسين، خلونا على الأقل بالكلمة الطيبة، خلونا على الأقل نتحرى الصدق، نتحرى العلم، ونشوف إحنا الكلام ده فين من ربنا. ربنا يكرمكم يا رب ويهديكم ويجعلكم من الصالحين، ويصلح حالنا ويجمعنا على الخير يا رب دايما يا رب، الخير دايما يا رب اجمعنا عليه، اللهم آمين آمين. خلينا ناخد من التعليقات بتاعتكم. بولا بتقول لي الغمران بحبك في الله، حبك في الله يا بولا يا جميل، اللهم يا رب اجعلنا مستمعون القول فيتبعون احسن، اللهم امين.
يا رب. انتوا بتقولوا بجد دكتوره من اهم المواضيع فعلا، جزاك الله خير. مش عارفه موضوع ايه يا ليزا، بس يعني تمام، احنا اتكلمنا على الحاجات اللي انا كنت محتاجه اتكلم فيها. مامت بسمله هداها الله لا تمل اشفق عليا لانها حرمت الان من حلاوه الصلاه، صلي امام بابنائك يا تقريبا بترد على حد. طيب دكتوره ايه علاج العناد اللي يوصل لهدم البيت لو زوج او زوجه حوار؟ لو زوج او زوجه بيعاند حوار يا ابن الحلال نتحاور، بس البيت كده بيتهدم يا ابن الحلال، خلي بالك من الامر الفلاني يا ابن الحلال كذا. طب تعالى طب نشوف الايجابيات. طب انا موافقه على الجزئيه دي في الكلام، طب بس اسمع مني حوار خلاف كده لا. ناخد حاجه من هنا وحد من هنا. تمام انا مش عارفه الناس اللي هنا اجيبهم ازاي، بس تقريبا هو من هنا. هناخد مشاركاتكم دلوقتي، فاللي عايز يعمل اد علشان نعمل. تمام مها، يلا يا مها. السلام عليكم يا مها، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا ويا غلا. انا بدي اسالك سؤال، انا زوجه ثانيه. تمام. اول ما تزوجني زوجي يعني قال انا مطلق، وبعدها طلع يعني انه ما مطلق بمجرد مشاكل. يعني هو انت اما تزوجتيه قال لك انه مطلق، وبعد كده طلع متجوز. مراته الاولى عارفه بالزواج؟ كانت ما تعرف، بس بعد شهر قال لها. قال لها انت جبتي اولاد منه؟ عندي ولد وبنيه. تمام. المشكله انه هسه هي يعني قامت شلون يعني مثلا رجعت زوجها إلها بطريقه يعني شلون انه يا اما مثلا تكتب لي البيت باسمي، يا اما مو هي عندها جهال اثنين، يا اما اطلب الطلاق. فهو قام يخاف من هذا الشيء، كل شيء اللي رادته يعني نفذه بالحرف الواحد. عاد قالت له ما تروح لزوجتك هذه الثانيه، ما تروح ابدا. لا اله الا الله. وهي هم يعني عندها اخ يعني يشتغل وياه، فاذا اجى عندي اخوها راح يقطع عنا الشغل، وهي هم يعني نفس الشيء تطلب الطلاق هيك تقول له. الكلام ده بعد ما عندك ولد وبنت، يعني قولي مثلا على الاقل زواج 4 سنين، بتطلب الطلاق دلوقتي؟ الى هذا اللحظه اول ما تعرف انه هو اجى عندي قبل، يعني حتى لو تعرف انه اجى ساعه يعني بتغير. معلش على زوجها نستحمل، بس يعني ما يطلقيش. لا تسعى مسلمه لطلاق اختها لتستفرق ريحتها، ما ينفعش. لا ما اقصد والله اني اريدها يعني مثلا. هي ليه تطلب الطلاق منك؟ لا من زوجها تقول لي يعني تهدده، هي ما تطلب الطلاق يعني. حتى مرات هو شوفني ورقه يعني ماخذتها من النت يعني. يعني هي ما رايحه للمحاميه. يعني هسه هي صار لي انا 6 سنين من متزوجه، هو ما بات ولا يوم. ليه؟ لا اله الا الله. بس بيجي لك بالنهار يعني؟ يجي بالنهار يعني. ابنه قبل يوم قبل اسبوع تمرض، يعني دخل الطوارئ، ابنه عمره سنه يعني. لانه هو اجى بالليل ودانا للطوارئ، هي هاي صار لها 3 ايام، هي يعني شلون قالت له اطلع من البيت وليش توديهم للمستشفى؟ لا 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 لا. طيب سؤالك ليا ايه يما؟ سؤالك ليا ايه؟ هو انا يعني انقهر دائما واشوف اطفالي يبكون يعني من يريدون ابوهم، وهو لا. ما يريد هناك تخرب حياته. لا حولهم. ادعي يعني انا انقهر يعني. اي انسانه طبعا طبعا ادعي يا ربي تاخذ حقي منها او منها. وهيج اقول او يطيب قلب زوجك، صح ولا لا؟ دعيت اكثر من مره. طيب. الله يهدي، بس هو ما يقدر. لا انا اقول لك، انا اقول لك انا. حاضر اسمعيني يا مها يا جميل، ان الله سبحانه وتعالى يعوضي الخير يا حبيبتي. اسمعيني اولا، قصه الزوجه الثانيه، هو لما جه يتزوجها قال انا مطلق، اكتشفت انه متزوج وجابت منه عيلين وقاعده معاه، يعني نقول على الاقل 4 سنين 5 سنين. الزوجه الاولى كل ما تعرف انه راح لها للثانيه تعمل كوارث وتعمل عليه وكتب لي البيت وكتب لها وبيراضيها وكل حاجه. طيب تمام. لكن امنعه من ان ابنه دخل طوارئ فامنعه يروح؟ والله ده لو حد مسلم جارنا، لو حد غريب ومسلم بعيد ولا في الشارع واستنجد بينا، والله نروح ننقذه. فما بالك ابنه يا بنتي، اوعي تظلمي ولا تطلبي انك انت تتطلقي. مش الزوجه الثانيه، انا اتطلقت. وليه؟ ما
ما انتش قادره استعيني بالله، دي للزوجه الاولى، يا رب كذا ويا رب كذا وما تظلميش، وهو مش عايز يطلقك، عايز يحافظ على البيت. طيب دي نقطه. نقطه الزوجه الثانيه، ادعي يا رب، طيب قلبي زوجي يا رب، طيب قلبي زوجي يا رب، نحت يا رب حنن قلبه علينا يا رب، يا رب حنن قلبه علينا وعلى ذريتنا وعلى اولادي يا رب، اسالك خير زوجي علي وعلى بيتي، واعوذ بك من شر علي وعلى بيتي. ادعي يا بنتي، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير. هناخد مشاركه من هنا. مين؟ سيد مراد او محمد؟ سيد مصطفى. طيب سيد مشي. عندنا ابروف حجابي عفتي، حجابي عفتي، يلا يا حجابي السلام عليكم. خلينا ناخد من هنا من الاسئله. رمضان كريم بتقول لك ادعي لي بشفاء. الله يشفيك يا حبيبه قلبي ويكرمك، واسال الله يا رب باسمه الشافي المعافي انه يكرمك يا رب ويرزقك الخير، اللهم امين. الناس اللي بتصلي تقوم تصلي المغرب يعني وتظن فينا الخير، يعني ممكن نكون. طيب انا وخطيبي متوافقين، خليني انا وخطيبي يوزر معرفش 8 كذا كذا كذا، انا وخطيبي مو متوافقين وبيحسسني اني وحشه ولا فاهمه حاجه، ويعني بس بعمل استخاره وكل ما نيجي نفركش ما تتفركش. بصي يا حبيبه قلبي، ما ترضيش بفتره الخطوبه انه يقلل منك، ما ترضيش في فتره الخطوبه ان هو يقول لك لا ده اصل ده حصل منك وانت وحشه، وليه شككك في نفسك من دلوقتي؟ لو مش شافك وعمل استخاره ووافق وحصل وحصل قبول يعني وحشه، طب انت مستمر معايا ليه يعني طالما انا وحشه؟ لا طبعا. طلعيني، جدتي بتقول انها رضعت رضعت زوجي مع عمي وانا ثلاث اطفال، هحاول اخدك اهو نسمع المشكله. حاضر. طيب ناخد من هنا مين؟ بسم الله. ما هو انا يا جماعه انا ما اعرفش. طيب ناخد رشاد عيسى. رشاد السلام عليكم. واستعد بعديها بقى، عندنا انس وياسين وعندنا الرحيق المختوم وشيماء، كل ده يلا. ها رشاد السلام عليكم. راح تمام، انا بحاول اهو مش محدش يزعل. اسراء النجار السلام عليكم يا اسراء. العلاج العصبي عندي طفل 7 سنين. حاضر. العصبيه للام. اسراء السلام عليكم، لسه ما دخلتش. يا هلا يا هلا اسراء الجميل. خلي بالك الكاميرا مفتوحه باين على حاجه، حطي حاجه على الكاميرا او حاجه. سروقه الجميل. ها ها. طيب ناخد من هنا. رفا، رفا بتقول السلام عليكم كيف حالك يا دكتوره. انا الاء. اهلا وسهلا يا الاء. اسراء ما انت هترفعي فوق هيجيب الدولاب، هتنزلي تحت هيجيب السقف، يعني مش مشكله. طلعت تمام يا جماعه. البنات اللي بتطلع معانا يا تحطي على الكاميرا حاجه يا تطلعي بالحجاب. معاذ السلام عليكم يا دكتوره. هل في طريق يا جماعه اهو. السلام عليكم يا دكتوره، هل توجد طريقه اخرى لطرح سؤال خاص مهم جدا؟ الرقم، الرقم بتاع الشات، او الحكواس انك فكرتوني بالموضوع ده، هتكلم تاني على الموضوع ده. اولا احنا عندنا رقم وحيد فقط للتواصل، سواء للاسئله اللي بتيجي على صفحه هاله سمير او صفحه فرحه بقى، احنا بنجاوب على فرحه بقى، بنجاوب فيها على الهواء. عايز على الخاص بتبعت سؤالك على هو بيعتول وانا بجاوب فيه، يا اما لايف زي دلوقتي، يا اما على الشاشه، يا اما لو حاجه خاصه هخليهم اقول لهم ده اللي كتب السؤال الفلاني. تمام كده، ده جزء. او بنجمع مجموعه الاسئله من حاجه واحده ونرجع نقول يا جماعه الاسئله كذا. خلينا ناخد سلسبيل اهو ماشي. النقطه الثانيه، نقطه الناس اللي بترد في اكونت، ان شاء الله نحاول نطلعه لكم في فيست منفصل. اكونت اسمه راقب اخلاقي، بس هم راقب اخلاقي، بس هم طبعا ممكن يغيروا العنوان. بيكلم الحريم وبيكلم النساء على اساسه. لا افتحي كاميرا، ما انا معاكي اهو، افتحي كاميرا. اوعي اوعي، انا ما بردش على ماسنجر على مشاكل، انا المشكله بتجيلي بتبعت لي على واتس او تليجرام وانا بناقشها، يا اما هنا يا اما على الواتس. خلاف كده لا، كذابين. انا لا بقول لك افتحي كاميرا ولا هجاوبك واخد اودي معاكي شات، ما بشيتش على الماسنجر ابدا ابدا، كذابين ومبتزين وياخدوكي في كارثه سودا. اوعي تعملي كده.
واوعي تبعتي صورك، اوعي تفتحي كاميرا ياخد لك كاميرا، اوعي تتكلمي كلام خاص على ازواجك. الرقم الوحيد للتواصل هو حتى صفحه هاله سمير اللي عليها 7 مليون او هاله سمير اللي عليها العلامه الخاصه بيطلع لك رساله تلقائي فيها الرقم الوحيد للتواصل 00905445533. هيوجهك لو استشاره مجانيه تروح كذا، هيوجهك لو استشاره خاصه تروح كذا، لو عايز محاضرات، لو عايز كل الكلام ده على هذا الرقم، خلاف كده مفيش. النقطه الثانيه، مفيش حد بيتكلم باسم انا مدير اعمال دكتوره هاله، لا كذابين الناس اللي بيتكلموا كده، يا ناس حراميه يا بيسرقوني يا بيتاجروا من ورايا بيعملوا، انا ما باخدش اي حد. يقول لك لا اصل انا ابنها، اصل انا ما اعرفش. كذابين ومستغلين ونصابين. الرقم الوحيد للتواصل هو ده، ورقم اوله 009 عشان في تركيا، ده المفتاح بتاع اسطنبول. تمام، يلا ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمكم. معانا مين؟ سلسبيل، السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا يا اهلا، ازيك يا سلسبيل يا جميله، بتكلمينا منين؟ حبيبتي يا جميل، انا مبسوطه ان انا كلمتك حبيبتي، ربنا يبسطك كمان وكمان. بتكلمينا منين؟ من مصر؟ من القاهره. يا حلاوه يا جمال، سلمي لنا. ماشي ماشي يا حبيبتي، انا بحبك قوي، ربنا يجمعني بيكي في الجنه يا رب يا رب، احنا واياك وكل المسلمين، اللهم امين. اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا اختي في خلاف مع زوجها، في بينهم اولاد، في بينهم 3 اولاد، وزوجها متشتت جدا، وبابايا ليه شروط وجوزها مش راضي. جوزها رميها دلوقتي بقاله 1.5 سنة، وبابايا هو اللي بيصرف عليها. طب ليه ما بيصرفش عليها زوجها؟ غير قادر مثلا، بيمر بظروف؟ لا لا، حالته الماديه كويسه جدا، بس هو اللي بيعاند علشان عايزها ترجع الارياف وهي عايشه في القاهره. طيب، بس هو بيعاقبها علشان هي مسكته مع حد بناته كده، شات يعني؟ هو بقى بيعاقبها، لا شات وفيديو كده. طيب ما تابش ولا قال ده كذا واستغفر الله دي معصيه ومش هعملها ولا الكلام ده ولا؟ لا لا، بيعاند وبيقول لها انا مش هصرف عليكي غير لما ترجعي البلد، ومش راضي يرجعها ولا يصرف على الاولاد. وهم كانوا عايشين في البلد قبل المشكله دي ولا كانوا عايشين في القاهره؟ القاهرة، والمدارس الأولاد في القاهرة وكل حاجة في القاهرة. طب ده ملوش كبير، ملوش عيلة، ملوش ناس؟ لا لا ملوش. وبابايا بيقول له هي مش ترجع القاهرة، فبيقول له خلاص نفضل أدفع المصاريف بتاعت 1.5 سنة وارجع نعيش في القاهرة تاني. راح بابايا قال له لا، أنا لازم أضمن حق بنتي، ما أنت ممكن ترجع وتطردها بره الشقة وتبهدلها هي وعيالها. فاحنا مش عارفين نعمل ايه خالص، واحنا رافعين عليه قواضي. طيب سؤالك ليا ايه؟ يعني ايه الحل؟ اللي تعمل ايه؟ ولا طيب، اللي احنا بنعمله ده حلال ولا حرام؟ احنا مش عارفين، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب حاضر، اسمعيني يا سلسبيل، اولا سلمي لي عليها وربنا يبارك فيها، واسمعيني يا حبيبه قلبي. انا مبسوطه جدا ان اتكلمت حضرتك حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب يكرمك. اتفضل. اولا بتحكي ان زوج اختها هي ظبطته في شات وفيديوهات مع نساء، وبعد لما حصل انها ظبطته منع المصروف وراحت عند ابوها غضبانه، فطلب ان هي اما ترجع في القريه ما تقعدش في المدينه، مع ان دروس اولادها وحالهم كانوا عايشين في القاهره، لا تسيب وترجع البلد الريف، يا اما كده يا اما خلاص. فرفع قواضي، خلاص طالما رفعت قواضي خلي المحامي والقواضي ياخدوا الطريق. طب ده ظلم ولا لا؟ طب احنا لا، ما فيش ظلم، يعني واحد جاهر بمعصيه، يعني عارفين اللي مثلا واحد زوجته ظبطته، او مثلا استغفر الله اتشال ستر ربنا واتهتك ستره من على امور زي ديت، طب خلاص، طب غلطه، الشيطان ضحك عليا، لا استغفر الله، خليكي واقفه جنبي ما تسيبينيش. تمام تمام، نسامح مره ونشوف الكلام ده، الا اذا كان في الكبيره، ان الكبيره دي فيها، انا عن نفسي ما فيش مسامحات في الكبيره، اللي هو استغفر الله عمل المعصيه. لكن من الحاجات اللي هي بقى الشات والحاجات والشيطان لعب عليه وكده، تمام، طالما قال استغفر الله غلطه ومش هعمل كده وخليكي واقفه جنبي والشيطان وزع، تمام نقف بجنبه ونعينه على الطاعه، ما نكونش عون للشيطان. لكن بالشكل ده
طب انتوا كده ان شاء الله ما ظلمتوش، انتوا حطيتوا الكره في ملعبه. يا ابن الحلال تعالى واعمل وعيد وتعالى قدام اهلها وهاتها وان شاء الله يا زوجتي وترضيها وترجع البيت ومش هعمل الحرام تاني، تمام. لكن خلاف كده طالما مشيتوا في البتاع امشوا في الاجراءات خلاص، ما تخافوش من حاجه زي كده. معانا بشرى، سلام عليكم يا بشرى. وشروق، ناخد بشرى الاول. سلام عليكم يا بشرى حليم. ناخد اسئله من هنا. نونا بتقول ادعي لي انا واختي يا دكتور. نولا مصطفى، ادعي لي انا واختي ربنا يرزقنا بالازواج الصالحين يا دكتور. للاسف والدتي ليه بتعيركوا علشان لسه ما اتجوزتوش؟ قولي لها اسمعي دكتوره هان، قولي لها طب ادعي ادعي لنا يا رب زوج بناتي بالزوجات الصالحين بالازواج الصالحين يا رب. دعاء سيدنا موسى والثلاث ادعيه اللي قلناها، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما، واللي والثالث ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وادعي قولي لها لا اسمعي دكتوره هلا بتقول لك اوعي تعملي كده، ادعي لنا احسن ما تعيرين، عيب ما يصحش. ناخد معانا بشرى، سلام عليكم يا بشرى. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا اهلا يا اهلا، ايه الحلاوه دي؟ تسلمي لي يا رب، انا بحب حضرتك جدا جدا. حبك الله يا بشرى يا جميل، الله يبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. واياك يا حبيبتي واياك. معلش انا بس كنت عايزه اسال حضرتك، يعني انا كنت كان عندي اكتئاب وكده، وكنت مخطوبة لشخص وكان محترم جدا وكويس جدا يعني وكل حاجة، بس يعني وهو بصراحة ساعدني كتير وانا في مرحلة الاكتئاب بتاعتي دي، وكنت شخص يعني مش بحب ان انا اصحى علشان حضرتك عارفة يعني الاكتئاب مريض الاكتئاب. المهم وانا معايا كنت شخص كويس جدا، وكنت يعني حتى كل اللي حواليا يقولوا لي احنا اول مره نشوفك مبسوطه كده، مع ان انا يعني انا شخص في الاجتماعات وكده الحمد لله يا رب، يعني ببقى قعدتي حلوه يعني. فحصل يعني قدر الله ما شاء فعل يعني ايه انفصلنا يعني عن بعض. بسبب ايه؟ وكنت يعني هو ما قالش اسباب قوي، ولكن يعني قال ان هو يعني ايه حاجات كتيره كده بصراحه انا لا اعتقدها، وهو انا مش عارفه هو عمل كده ليه اصلا. يعني المهم ف يعني احنا انفصلنا، بس انا طبعا كنت تعبانه جدا ويعني مش متقبله الفكره، وفضلت حاجه كتير وادعي ربنا كتير جدا ان هو ربنا يعني يردنا لبعض وكده، ولكن فجأة يعني حد من قرايبي حاول ان هو يتواصل معايا، فهو قال له كلام انا مش متخيلة ان الشخص ده ممكن يقوله، يعني ان هو بيقول له اخي يعني انه بيقول ان هو بيقول له اخي سبب اساسا من موضوع الفشكلة هي بشرة، يعني دي اخي ده اخي سبب يعني ان هو بيقول امال طب فسخ ليه؟ طيب عشان يعني مع ان العيلة بتاعتنا والله كويسة جدا وكده، ولكن هو كان بيقول يعني ايه انا مش عارفه اقول عشان خايفه بصراحه اوضح حاجه فتعرف يعني. بس يعني اسباب بصراحه العيله بتاعتكم فيها صفه معينه هو كارهها يعني. مع ان هي دي مش حقيقه. لكن هي لكن الصفه ديت يعني صفه سلوك ولا امر داخل في امر يعني شرعي؟ احنا لا مش امر شرعي، يعني احنا عيله لينا كبير ولينا قواعد ولينا حاجات من دي، فهو كان شايف ان هم هيسيطروا عليه وهيتدخلوا في حياته، وهو الموضوع مش كده خالص يعني كل واحد في حاله. ولكن انا معلش انا يعني انا لما هكتب كتابي عمي الكبير هو الكبير بتاعي كده يعني. طيب ما دي حاجه حلوه. هو ما كانش حابب حاجه زي دي، وانا قلت له يعني لا، قال لي انت كده يعني بتقللي من باباك، قلت له لا بابايا على عيني وعلى راسي، ولكن احنا في عائلتنا عمي الكبير هو هو الكبير بتاعنا يعني. طب ما دي حاجه كويسه مش وحشه. هو يعني كان هو خايف تلاقيه خايف تلاقيه خاف من عمي، يعني ما شاء الله شخصيته قويه يعني، مع ان عمي بيحبني جدا جدا يعني انا اكتر واحده محبوبه عنده في العيله كلها، لدرجه ان هو الزواج بتاعي كله قال لا بشرى دي بنتي انا اللي هعملها كل حاجه ومحدش يدخلها في اي حاجه. فعمي يعني كويس جدا، ما هو مش مشكله في عمي ده، هو مشكله لا طالما انت ناوي غدر عشان كده خايف من العيله يعني، ما ده برضو حاجه تخوف برضو يا بشرى. يعني تخيل يعني انت ناوي غدر، ناوي تعمل حاجه عشان كده خايف ان العيله تقف لك؟ لا يعني اللي بيبقى داخل بنيه حلوه ونيه صافيه، ما تزعليش. المهم الموضوع خلص على ايه في الاخر؟
ما خلاص احنا انفصلنا، خلص فانا يعني ايه هنطلع عمرة بإذن الله يعني وكده. حبيبي فانا بصراحة مش عارفة يعني انا ادعي ربنا بإيه، انا حاسة ان ربنا انا حق تايهة ومش حبيبتي عارفة حبيبتي، الله والله يعوض الخير. بجد. هقول لك تقولي ايه في العمر، هقول لك. تسلميلي، انا شكرا، انا اسفة ان انا طولت لا على حضرتك حبيبتي جدا والله، احنا عاملين اللايف ده عشان الناس على فكرة. سعدت ربنا بيك يا يبارك في حبيبة قلبي، حضرتك. ربنا شكرا يبارك شكرا فيك جزيلا وإياكي وإياكي. شكرا. أولا يعني ما تخافيش، وانتوا وخلاص طالما جت منه لا يعني تخافي انك انت يعني مبدر الغدر ليه، او يعني مسابق ليه في الامر، بالعكس تفرح، ده عيله لها عيله ولها مرجعيه ولها كذا، وان شاء الله ما حدش يعني لما تعمل حاجه يبقى لها حد يجيبها طالما بتسمع لهم طبعا. لكن ما تعملي العوم خلاص قدر ما شاء فعل، وقولي بقى إن لله وإن، حديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وقالت السيدة أم سلمة، عوضها الله عز وجل بزوجها الشهيد بالرسول عليه السلام، يعوضك ويجبرك يا ربي يا حبيبة قلبي. بصي يا بصي، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، يا رب اجبرني يا رب جبر من عندك يليق بك أنت يا رب، عوضني خير يا رب، يا رب أسألك الزوج التقي الصالح اللي ترضاه لي يا رب ويسعدني في الدنيا والآخرة. آه إحنا نقول كده، لكن كده الرقم تاني. طيب يا جماعة بصوا الرقم تاني، الرقم الوحيد المعتمد اللي تقدري، عشان هيوجهك يا إما عايز استشارة مجانية هيقولك، يا إما عايز استشارة خاصة وحجز استشارة خاصة ومتابعة هيقولك، 00905445383 93. إن شاء الله المقطع ده هيتقطع ويعملوه. منار بيحس حاسدي إيه؟ بيحسدوكي حسد يا دكتور. ما يا ماشي ولي ليه بس على ايه حسد ومش عارفه ايه اللي على كحك العيد بان، وشاكره المثل نسيتوني المثل، يعني هيحسدوك على ايه؟ انت عارفه يحسدوا على ايه؟ يعني يحسدوا على الضحكه، والله يحسدوك على لسانك الحلو، يحسدوكي على اخلاقك، يحسدوك على ايه؟ يحسدوكي على كرم الضيافه، يقول لك ده كتير وبتجيب وبتعمل. ما يعرفوش ان الضيف ياتي برزقه ويذهب بذنوب اهل البيت، ما يعرفوش الكلام ده. على حسن، يحسدوك على حسن ظنك بالله، يحسدوك على ايه كمان؟ يعني كل الحاجات الطيبه اللي انت بتبقاش واخد بالك منها انت كعبد، وشايفها حاجات عاديه او حاجات صغيره في حياه معادي، ناس تتمناها ويحسدوك عليها. يعني كان ابن القيم دايما بيقول العين بتصيب الرجل في اخلاقه، والله حتى في الاخلاق وفي سعه صدر، عشان كده يقول لك ايه، يا صدر ضيق دايما ادعو باسم الله الواسع، يا رب نسالك باسمك الواسع يا رب اشرح لي صدري يا رب ويسر لي امري، وسبحان الله يعلم يضيق صدرك بما يقولون، فسبح على طول سبحان الله سبحان الله، خلي صدرك ينشرح تاني. بيقول ابن القيم يحسد الراجل، يصيب الرجل، يصاب الرجل في أخلاقه وفي سعة صدره وانشراحه، ويصيبه في ذكاء عقله والله، فيصاب بالجنون. يحسدوك على ايه؟ يحسدوك على الحاجات دي. تعرفين المصيبة في ايه؟ المصيبة مش في الكره او في الحسد مثلا، ده هيفصل مننا اهو، مش كده انتوا عارفين، لا يعني المصيبة ان هو يستكتر عليك، والله يا جماعة يستكتر عليك أسوأ من الكره والحسد والحقد، يعني إنه يستكتر عليك اللي أنت فيه. أبشع حاجة ممكن تكون موجودة في اللي قدامك إنه يستكتر عليك الخير. أيوة والله، ما يقولش ما شاء الله قوة الله، اللهم زدهم يا رب، زيدك من فضل واعطينا يا رب ولا تحرمنا. مستكتر فيحسد ويحقد عليك وعلى عيشتك، مستكتر عليك شغلانة، مستكتر عليك عيالك، مستكتر عليك انك على نومتك، يا بتنام الظهر، يا بتعرفي تنام الظهر، يا والله ما بتعرفش ننام، يروح تعاني بالأرق، لا تنام لا بالليل ولا بالنهار، مستكتر انك عايش في حالك مالكش دعوة بحد، مستكتر عليك لبسك اكلك شربك، مستكتر عليك عوض ربنا ليك، حتى اتخطبتي عوضك خير يا اختي، ده احنا قاعدين ومش عارفة حتى الخطوبة، مش كده نقول اسروا الخطبه يا بنات. تيجي قدامك وتقول لك يا هو انت مبسوطه قد ايه كده، او تعملك تعمل قدامك ان هي اللي مبسوطه وهي اللي فرحانه وترى وهي عينيها عليك، يعني استغفر الله العظيم، ربنا يكفينا شر الحاقدين الحاسدين الكارهين اللي باصين في حياتك كده وباصين في عيشتك ومستقطرين عليك حياتك وعيشتك،
يكفينا شر النظرة والعين ويحفظنا اللهم أمين. أقسم بالله واحدة جاية بتقول لي انت بتطلعي لايف من الكافيه قريب منك وكذا، والله اتقفل. والله اتقفل، جاله قرار من البلدية. واحد تاني يا انتوا قاعدين في بصير الكافيه، الكافيه تقول لك ناس قاعدة وناس قاعدة في كافيهات ايش والله ده راجل غلبان يا عيني عليك يا مسعود، والله جات له القضية من البلدية اتقفل. شوف 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 العين توصل لإيه، حد عارف حاجة ولا حد. ده والله واحدة تقول لي الحسد، ايوه طبعا يحسدوك على النوم على القيلولة ولا الساعة، عرفتي تنامي بتنامي والله لا بنام لا بالليل، والله قاعدة لها هي تقول لي والله يا دكتورة باخد منوم اعمل ايه وانا بنت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، انا طولت عليكم، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. اراكم على طب ناخد اخر حاجة عشان اهو اخر حاجة بالله عليكم بس عشان ما نزعلش. يلا ندودة ندودة الديب، يلا يا ندودة السلام عليكم. ها اللي الناس اللي بتسأل هنا السلام عليكم هاجر، السلام عليكم، كيف اتعالج من اضطراب القلق المعمم؟ حاضر، لدرجة بعض الان احس ان انا اسيء الظن بالله واتوقع دايما السوء. هقول لك واجاوبك، ابشري ابشري هجاوب. ندودة السلام عليكم، الله انت طالعة بالخمار، عايزة اقول لك نورت النور كمان، ايه الحلاوة دي؟ انا بس متوكلة مع حضرتك، هو حد يعرف ان انا اللي طالعة او كده؟ احنا على اللايف واللايف عندي عليه 4000 دلوقتي. يعني حد يعرف مين اسمي او كده؟ لا ما اعرفش. اسمك صورتك هي اللي طالعه، بس اكيد هيطلع بعد البث ان ندوده اشتركت في اللايف. يعني لو مش عايزه عادي ممكن نقفل دلوقتي. ها لا انا مصدقت اتصل مع حضرتك. حضرتك يا دكتور، انا اخويا عنده 18 سنه، احنا 3 بنات وولد. احنا الحمد لله ربنا كويس وعلى خلق وعلى دين بشهاده الناس يعني. تمام. بس اخويا كان دايما شقي ومغلب والدتي والكلام ده. اخويا يعني شويه بيشرب شويه بيمشي مع يعني اولاد وحشين، مامتي بتلمه وبابا كبير في السن. بس اخر حاجه عملها ان هو زنى. استغفر الله. طيب انا مش عايزاكي، طب انا ممكن تقفلي الكاميرا عشان ما تظهريش بوشك؟ انا مش عارفه انا مش عارفه اقفل. طيب هجاوبك خالص. تعملي كده. يا ريتك ما طلعتي ولا قلت. طيب هو انا عايزه بس اوضح لك ان الكلام ده هيبقى مباشر على الحلقه، يعني مباشر على الصفحات. بس انا مش طالعه يعني مش صورتي ولا اي حاجه. لا طلع في الاول صورتك. طب ايه رايك اجاوبك خاص يا ندوده؟ تمام. طب يا ريت هجاوبك خاص. انا عايزاكي تكتبي لي كومنت على البتاع ده وبعد كده اقفلي صفحتك عشان بقى. طيب خلاص كاتبه لحضرتك تسيبي. حاضر حاضر. انا ممكن اتواصل مع حضرتك على الواتس اللي هو الرقم اللي حضرتك. تمام انا هبلغهم، تقولي لهم ان انا فلانه كذا وهم وانا اتواصل معاكي. عينيا ليكي يا حبيبتي، بس بلاش طالما طلعتي بوشك. ماشي ماشي يا حبيبه قلبي، سلام. ناخد حد كمان. ها يا عبق الزهور، يا عبق الزهور جاهزه ومعاكي الزهور ولا لا؟ يا حبيبتي هي قفلت، احنا مصر كلها مصر كلها شغال. خلينا طيب عقبك الزهور راحت، خلينا ناخد حد تاني. ايه منى، منى كمال راحت. طيب حمادة، انا جاي لي هنا 90 مشاركة بالراحة. حمادة السلام عليكم. السلام عليكم حمادة او ام حمادة. يا اهلا يا اهلا. السلام عليكم. السلام عليكم حماده، انت صورتك ظاهره عندنا، عايز تطلع على الصوره ولا تخبي الكاميرا؟ حماده انت سامعني؟ طيب السلام عليكم دكتور. انت ام حماده، السلام عليكم. انا ام اكرم. ام اكرم يا اهلا وسهلا، هو عشان الاكونت اللي داخل معانا باسم حماده. يا اهلا وسهلا. ما عنديش حساب فيسبوك دكتوره، انت بعفيك في الانستغرام وهذا الفيسبوك تزوجي دخلت بيه. وماله حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. يا دكتوره من شو صدق قبل قاعده نحكي معاك. بتكلمينا منين بقى يا ام كرم؟ الجزائر. الله حبايبي حبايبي الجزائر، اعملوا حسابكم بقى كلكم كده تيجوا ان شاء الله في شهر 10 المعرض. ان شاء الله يا دكتور جايه لكم اللي معاك يا دكتور. يا حبيبه قلبي دكتوره، انت سبب تغيير في حياتي دكتوره. كيف
في الصلاة والقيام وبدأت حفظ قرآن. يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل الله وفضلك يا دكتورة. حبيبة قلبي ده ربنا سخرني ليكي، جابني ليكي كده متجرجرة عشان تسمعي، عشان ربنا يريدك وربنا يريدك في طريقه. نعم بس بس دكتورة نحس روحي أني نبدأ نصلي وساعات جيني حالة فطور هكا نبدأ ننقص ننقص مثلا مش من الصلاة المفروضة، ننقص من النوافل ونحس روحي مقصر، مثلا نبدا نقرا نحفظ قران وبعد نرجع نحس روحي رجعت. الفطور في العباده حاضر اجاوبك يا حبيبتي اجاوبك حاضر. وادعيني ان شاء الله يا رب يصلح ذريتي ويجعل زوجي صالح ان شاء الله يهديني يا رب يا حبيبتي يا رب يصلح حالك ويهدي لك زوجك ويجعلك كرتين له. سعدت بيك يا ام اكرم وان شاء الله نجي لكم شهر 10 حبيبتي ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيكم يا حبايبي. انا بحب اهل الجزائر والمغرب دولت لهم معزه خاص، يعني مش تحس بالروح لما تبقى معاهم ناس صراحه اللهم بارك عليهم. الفطور في العباده سواء في الصلاه هي بتبتدي بكده ان انا انقص من النوافل، هو ده اول خطوه غلط. تنقيص النوافل يخليك ذات نفسه خلاص قصت في السنن، فبعد كده يوم جاي بعد كده الفرض يتأخر وبعد الفرض ما يتأخر مش عارف يحصل ايه وهكذا. لا، السنن النوافل اصليها واشرط على نفسي عني يا رب عني يا رب عني يا رب، لما اشوف ثوابات ومدى ثواب الصلوات مثلا، يعني مثلا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، لو علموا ما في الركعتين دول لأتوهم حبوة ولا قاتلون عليها بالسيوف. ايه الثواب ما نعرفش. النقطه الثانيه بصوا الجمال، من صلى انت ام اكرم عليها. طب انا انت على اليوتيوب هنا عندي ايه، طب كويس ان انت جيتي على الفيس عشان تشكري ربنا يبارك فيكم. شوفي من صلى قبل الظهر اربعا وبعد حرم وبعد الظهر اربعا حرم الله جسده على النار. رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربعا، بعد المغرب يقال انها صلاه الاوبين وقال انها صلاه الضحى، يبتدي القيام اصلا بعد صلاه المغرب، الليله بدات الليله ركعتي العشاء ختمت ال 12 ركعه اتبنى ليا بيتي في الجنه. طول ما بعرف الثوابات دايما بحس عليها. طيب يجي لي فطور ايوه إيه، طب مره بحفظ ومره ماشي معلش. خلي بقى معاكي صحبه اتصلوا علي نبكوا ثواب، لما تلاقونيش جيت اتصلوا عليا شجعوني بالله عليكم، لما ما تلاقونيش جيت المقرأة، لما ما تلاقونيش جيت معاكم المحاضره حتى لو كانت حتى زوم رنوا علي، والله يا الاخت اللي صاحبه ده رني علي، طب شجعيني وما تسيبونيش مره في مره. وادعي ربنا يا رب حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا يا رب، كره الينا الاثم والفسوق والعصيان. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بالخير ويكرمكم اهل الجزائر واهل مصر. مش بتكلموا في ايه انتوا، مصر بلدي طبعا طبعا، انا بتكلم على الجاليات الاخرى يعني. ربنا يبارك فيكم اجمعين ويكرمكم. خلينا ناخد اخر مشاركه. معانا ايه اسامه ومعانا عبده. ايه عملت؟ طيب عبده او ام عبده، ام عبده مرمر، يلا سلام عليكم يا ربي يا حبيبتي اللهم امين. من فضلك يا دكتوره محتاجه اتواصل معاكي، قلت لكم تواصلوا معايا على الرقم، لكن ما تبعتوش رسائل، ما تكلموش شات مع الماسنجر، الماسنجر هيبدي يعلق رساله تلقائي فيها الرقم ده 00905445338 93. عايزه اكلم الدكتوره عندي كذا عندي، هيوجهوك وتروحوا فين تمام. وانت ام عبده بتحبيني الله يبارك لك يا ام عبده ويبارك لك في عبده. اختي فايد في الحياطه وشغله مش ماشي كتير مضغوط وغلط، شغلت في ايه؟ طب وبوضحوا لي السؤال كامل يا جماعه. طيب ناخد حد تاني. ها نور عيني، نور عيني السلام عليكم. احمد وائل، ام احمد دايما بتتواصل معانا، احمد وائل ام احمد السلام عليكم. حبيبتي الغاليه منى بحبك في الله قوي يا دكتوره، ادعي لي بالثبات. عبد الرحمن ام احمد سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوفي انا عارفاك ازاي وحفظت الاسم ازاي.
جدا جدا جدا. انت قمر كده عسل كده. حبيبتي حبيبتي اتفضلي اتفضلي. كان ليا سؤال. والدي كبير في السن، ربنا يبارك في عمره، عنده 75 سنة. بس هو الفترة دي بدأ يعني هو دايما كسر من الصلاة، من الصيام، من القيام، يعني معظم السنة صايمها يعني ما شاء الله تبارك الله. بس عاد في الوقت الأخير ده كلام بيتقيل شوية. هو مش مريض مرض معين، لكن سن الشيخوخة بقى طبعا. فيقول لي كنت لما باجي أصلي بحس إن أنا مش عارفة أقول حاجة، زي بنسى، زي قلت له يا بابا اتكلم بقلبك، اتكلم هي الصلاة حتى لو بالعينين حتى صح. بس ما خلص على قد ما انت قادر. طب هي كده ربنا يقبلها؟ هو كان مهندس يعني. فقلت له ان شاء الله ربنا يتقبل، انت بتعمل عشان ايه؟ مش عشان انت عايز ترضي ربنا؟ فبيقول لي طب انا هعمل ايه لما اموت؟ انا مش عارفه اتكلم دلوقتي، هرد في القبر ازاي؟ هرد على مشاكل الملكين ازاي؟ هعمل ايه؟ انا مش عارف، انا زعلان. طب لما اجي اموت هقول الشهاده ازاي؟ عادل انا عندي وسواس دلوقتي. بيقول لي انت الرسول ده يجيب لي حاجات وحشه عنه، يجي لي حاجات وحشه، ربنا ده مش عارفه ايه. اقول له يا بابا ده كله ده وسواس، اصرفه وقول لا اله الا الله محمد رسول الله. صحيح صحيح. فدايما يعني ما اعرفش عاد دايما كثير السؤال عن الموضوع ده، وهو سنه كبير بس هو ما شاء الله يعني انا احسبه على خير ولا نزكي على الله احدا يعني. ثانيا انا يعني بحب ابرو قوي، نفسي اعمل له حاجه يعني عشان يعني اتقرب بها الى الله. ثالثا ادعي لزوجي بالتوفيق ان ربنا يقضي حاجته يا رب. انتي زوج عسل يا ام احمد. حاضر يا حبيبتي قلبي، سعدت بيكي ومشاركتك يا ام احمد. انا اللي اسعد ان انا اتكلمت مع حضرتك حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يبارك فيكي وفي والدك. وقولي له دكتوره هلا بتقول لك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وان شاء الله ربنا يثبتك. موضوع اللسان في الدنيا ولا له اي قيمه، المهم اعمالك هي اللي هتيجي تتكلم في قبر. سوره البقره، ركعتين القيام، القران، الصدقه، تعملي له ايه؟ والله طلعي له سقيا الماء، اعملي له بئر ميه، شوفي قريه من القرى الفقيره اللي ما فيهاش ميه دخلي فيها ميه، اكفلي طالب علم شرعي، اكفلي حد بيحفظ قران. الحاجات اللي زي ديت هي اللي بتبقى مستمره. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمه ويكرم زوجك ويعوضه خير. كفايه عليكم كده، كفايه عليكم كده، قاعده معاكم بقالكم كتير اهو. يلا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.